يقول نرجو توجيهها وحث المسلمين على صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. نعم، هذه المساجد إنما بنيت لتعمر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تصوروا لو أنا تخلفت عن صلاة الجماعة في المسجد، وسالم تخلف، ويوسف تخلف، وعبد الله تخلف، وعلي تخلف، ومحمد تخلف، من سيعمر مساجد الله؟ هل ننتظر الهندوس يأتون يعمرون مساجد الله، أو البوذيين، أو ننتظر اليهود أو النصارى؟ من ننتظر أن يعمر مساجد الله؟ إنما بنيت هذه المساجد لتعمر، لتعمر بذكر الله، في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمسلم يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر اهتماما عظيما. الصلاة في المسجد أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، شيء عظيم جدا. ثم كذلك إنسان عندما يصلي في المسجد مع إخوانه يأتي الخشوع، يأتي حضور القلب والتعارف بين المسلمين وغير ذلك من الأسباب، خاصة الجمعة. الجمعة بعد أشد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تخلف عن 3 جمعات ختم على قلبه وكتب من المنافقين. أمر خطير جدا، لا يجوز تساهل في هذا الأمر. صلى الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية جميعاً.